الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما أراد الله سبحانه وتعالى بمشيئته وفي علمه السابق بمآلات البشرية في أن يكون لها طريق وصراط تستقيم عليه، أرسل رسله تترى ثم ختمهم بخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ولما استعد الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة للحظة الوحي الكبرى والتقاء السماء بالأرض وتهيأت نفسه لذلك، نزل عليه جبريل آمرا إياه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الغريب في الموضوع أن الرسول كان مستعدا صلى الله عليه وسلم منذ 20 سنة قبل هذه اللحظة، ولكن لما نزلت عليه هزته هزا عنيفا، وأجاب جبريل قائلا: ما أنا بقارئ. وغطه جبريل إلى صدره، أي ضمه إلى صدره ضمات 3 حتى كادت ضلوعه أن يعني تختلف أو تدخل في بعضها البعض. فلما في المرة 3 قال: ما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الغريب أن منذ هذه اللحظة ورب العباد يريد في سابق علمه أن هذه الحلقة النورانية المتممة لدين الله عز وجل، حلقة الإسلام، هي باقية إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى. لأننا نخلط حضراتكم كثيرا بين المدنية والحضارة. العالم اليوم يعيش تمدنا، حالة من المدنية، عمران، مباني، تقنية حديثة، وسائل اتصال، سرعة اتصالات، علاجات لأمراض، هذه كلها مدنية. أما الحضارة شيء آخر. الحضارة عبارة عن قيم خلقية تحدد هويات المجتمعات. فالعالم اليوم لا يعيش حضارة، العالم يعيش تمدنا، لأن الحضارة لا يقال لها حضارة إلا إذا اتصلت المدنية بقيم السماء. فإذا اتصلت المدنية بقيم السماء انتهت، يعني تواصلت، بدأت، تحققت. الله عز وجل جعل له كونين، أوجد كونين، أوجد كونا منثورا وكونا مسطورا. الكون المنثور هو الفلك أو الفلك السيار، فلك للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، دروب النجوم والكواكب التي حار العقل فيها إذا قرأنا عنها أو سمعنا عالما يعني جهبذا في هذه المسألة، تتعب عقولنا في متابعته عندما يكلمنا عن الفلك السيار هذا، وكيف يعني يدبر، وكيف يسير، وكيف هو من ملايين السنين على هذا المنوال. فسبحان الله، الشمس لم تخرج يوما
تتبرم وتقول أنتم تأخذون إجازات وعطلات على مر عام أو مر أعوامكم، وأنا منذ أن خلقني رب العباد ما أخذت إجازة، سوف أتوقف اليوم عن الشروق على هذه الكواكب، ويقول القمر كذلك، تقول الأرض أنا تعبت من اللف والدوران حول الشمس أو حول نفسي منذ ملايين ومليارات السنين، أنا أريد أن أتوقف لحظة. سبحان الله العظيم، كل يعني عندما أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أتت السماء والأرض مطواعة لله عز وجل. فخلق الله سبحانه وتعالى الكون المنثور وأوجد لنا هذا الكون المسطور القرآن الكريم. انظر وأنت تتدبر في كتاب الله، وأنتم أهل علم وأهل ثقافة عظيمة بفضل الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل يبارك نفسه سبحانه وتعالى صاحب البركة ومعطي البركة أن هذا الملك مخلوق له. تبارك الذي بيده الملك في قبضته وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فانظر إلى المشاكلة والمناظرة. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الكون المسطور يعدل الكون المنثور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله عز وجل يأمرنا في مفتتح هذه السورة الطويلة العظيمة على حمده عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم يمن على المؤمنين قائلا أو يذكرنا الحمد لله الذي نزل على عبده أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الله. إذن الحمد على وجود الكون المنثور والحمد على وجود الكون المسطور. تبارك البركة موجودة في أن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن الحضارات لا تكون إلا إذا اتصلت مدنيتها بخالق السماوات والأرض، لكن طائفة من الملحدين ويتاماهم من الشيوعيين والعلمانيين في بلادنا يريدون بعد أن خلق الله هذا الكون المنثور وأنزل هذا الكون المسطور يريدون تنحية الخالق عن خلقه وتنحية الخالق عن وجوده في هذا الكون بأوامره ونواهيه. فأي حضارة تلك؟ انظر إلى الأمم نوعان، أمة لها شروق وأمة لها غروب. الأمة التي لها شروق تستمد شروقها عندما تعيش داخل الكون المنثور، يعني عبادا لله فوق هذا الكون، وداخل تدبر هذا الكون المسطور في أوامره ونواهيه. فلذلك أمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإنسان العظيم أمة مشرقة يحدث لها كسوف وخسوف كما يحدث الشمس والقمر، يحدث لها سقم ومرض كما يحدث الأفراد، لكن القوى الحيوية الموجودة في هذه الأمة أمر أغرب من الخيال. لم يجعل الله هذا الإسلام وهذا القرآن الكون المسطور مرتبطا بأتباعه، إنما الإسلام قوي في ذاته، فذلك هي أمة أو دين باق مشرق إلى يوم القيامة. انظر إلى هذه الإحصائية البسيطة التي يعني أنتم تحبون وأنتم أكاديميون علماء وفضلاء. أوروبا اليوم أو أظن في إحصائية سنة 2000 ونيف بسيط 728 مليون نسمة. في الثلث الأخير من القرن الذي سوف نعيش فيه، يعني من سنة 2060 إلى
سنة 3000، هكذا هم يحسبون هذه الحسابات علماء الانثروبولوجي وعلماء الإنسانيات، سوف يصير هذا العدد من 728 سوف يصل عدد الأوروبيين إلى 207 مليون. 728، انظر الرقم، 728 سوف يصبح عدد الأوروبيين بداية سنة 2050، يعني بعد يعني 30 عاما تقريبا، سبحان الله، أو أقل، يعني سوف يصبح عدد الأوروبيين 207. في 1966 من القرن الماضي كان محرم الإجهاض في أمريكا، فحدثت إحصائية أن 6000 حالة إجهاض تمت سنة 1966. أباح الأمريكان في نهاية 1966 في ديسمبر الإجهاض، حدث في 1967 600000 حالة إجهاض. اليوم الإحصائيات تقول ربع 25% من عدد المواليد في أمريكا غير شرعيين، ربع الأمريكان غير شرعيين، ثلث المواليد بلا أب غير معروف الهوية، سبحان الله. عدد المراهقين المدمنين على المخدرات ربع عدد الشباب الأمريكي، سبحان الله، وتضاعف من سنة 1970 إلى 2015 ثلاثة أضعاف. فأمم، سبحان الله، بهذا المنحنى. إذا نظرت إلى دول كبيرة وعريقة في التاريخ، مثلا دولة كألمانيا يصل عددها إلى 84 مليون، سبحان الله، في سنة 2050 سوف يصبح عدد الألمان من 84 اقرب العدد إلى 48 ثم إلى 29، سبحان الله. ثلث عدد الألمان فوق سن 65 سنة. في المقابل العالم الإسلامي وجنوب شرقي آسيا عدد المواليد فيها سنويا 80 مليون نسمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بركوا، تبارك الله لا قوة، اللهم اجعل فيهم الخير إن شاء الله، سبحان الله. يعني العالم الإسلامي والعالم الشرقي سوف يصبح في نهاية يعني بعد سنة 2050 4 إلى 6 مليارات. معدل الخصوبة عند الشعب الأوروبي والأمريكي أو الإنجاب يعني 0.4، يعني كل أسرتين ونصف ينجب ولد، كل أسرتين ونصف أسرة يعني ينجب ولدا، سبحان الله. من فضل الله الأسر المقيمة هناك من عائلات إسلامية معدل الإنجاب لا قوة إلا بالله 2.7 إلى 4.8، هي قنبلة ذرية، يعني إذا كانوا يفجرون القنبلة الذرية هذه قنبلة ذرية. هذا ما يخيف الآخر، لماذا؟ لأن الذي يعني يقرأ كتاب الله عز وجل يعلم أن هذا دين شروق لغروب، وأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعلن له في كونه المسطور في القرآن الكريم أن هذه الأمة عبارة عن أمة عالمية، ليست أمة أممية قابعة في جزيرة، لا، يعني قابعة في شبه الجزيرة العربية أبدا. في رابع سورة في القرآن أنزلت على حبيب الله وهو مطارد ومكذب ومضطهد، سبحان الله، يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليست أنت لست رحمة لبني عبد مناف أو بني هاشم أو بني عدي أو بني تيم أو لهذه الجزيرة أو للحجاز أو نجد، لا، قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سوف ينتشر هذا الدين، يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، هذا كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني ما من بيت مدر أو حضر، يعني أي بيت في البادية في الصحراء إلا ودخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل الله فيه أهل معصيته، سبحان الله. فأريد أن أقول إن هذه المنظومة القيمية والمنظومة الحضارية والأمة التي شروقها قريب إن شاء الله رب العالمين، حتى وإن كبت
وإن نظرتم أنتم إلى أبنائكم وتخافون أن الولد لا يصنع كذا ولا. أنا عندي حلول بسيطة إن شاء الله أذكرها لكم، لأن الجو شديد الحرارة خارج المسجد بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله، وفي الدرس بعد الصلاة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، انقسمت الدعوة أيام حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى الله على ومن صلى على رسول الله صلاة صلى الله عليه بها عشرة، سبحان الله، ورد الله روح حبيبنا إليه ليرد عليه السلام، فهذا من كرم الله علينا. ومليار وسبعمائة مليون، حتى المنحرف، حتى سكير الخمر، حتى لاعب الميسر، حتى الذي لم يركع لله ركعة، إذا ذكر النبي أمامه صلى عليه. هذا شيء عجيب، سبحان الله، شيء غريب، سبحان الله العظيم. صلى الله، يعني صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. عصر مكي وعصر مدني، 13 سنة كان في مكة، ماذا صنع؟ هذه المعجزة، ماذا صنع؟ العجيب أن في مكة لم يؤمر المسلمون لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بجهاد ولا، سبحان الله العظيم، ولا قوانين مواريث، ولا سبحان الله، ولم يأمرهم بتحطيم أصنام ولا أي شيء من هذا، بل بالعكس كان عنوان 13 عام 13 سنة، وهذه للتربية. كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، يعني لم يقل أبو بكر لبلال ألم يعذبك عمرو بن هشام أيام كنت عبدا له؟ سوف يقول نعم. يا عمار يا ابن ياسر، ألم يقتل هذا المجرم أمية بن خلف أباك وأمك؟ يقول له نعم. خذ خنجرا وانتظر عند اللات أو العزة، اختبئ خلف اللات والعزة، واطعن أمية بن خلف، وأنت يا بلال اطعن أبا جه، وتصير حرب عصابات وتنتهي المشكلة. لم يقل هذا، كفوا أيديكم، كانت عبارة عن استراتيجية تربوية عجيبة، لأن في حضارة سوف تقام، في حضارة سوف تقام. الله يرضى عن عروة ابن مسعود، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعبر الخندق، يعني انتقلت فجأة بكم الى العصر المدني والخندق، ونزل الرسول على مشورة سلمان الفارسي وحفروا الخندق، من يعبر الى القوم ويأتيني بخبرهم دون ان يحدث امرا؟ هذا الصحابي الجليل يقول كنت انا واخي، اخو في الاسلام يعني، في خندق في حفرة شدة البرد، نلتحف بغطاء واحد لقلة الإمكانيات، يعني ليس معه عباءة ولا غطاء ولا بطانية ولا لحاف ولا، سبحان الله. وعبر، لما سكت الصحابة من يعبر هذا الخندق، لم يستطع أحد أن يعبره إلا عمرو بن ود، هذا الفارس العنتيل الذي لما استطاع أن يعبر ونادى أين أبا بكر، أين عمر، أين، فقام له علي رضي الله عنه. فالرسول يعني يهدئ من علي، لأنه شاب صغير وقد يكون فيه اندفاع، أمتع بنفسك يا ابن أبي طالب. قال أنا أقوم له يا رسول الله، عممه الرسول بعمامته. فلما ذهب لملاقاة عمرو قال له من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال إن أباك صاحب لي، وأنا لا أريد أن ألوث يدي بدمك. هذا من باب يعني شاب صغير في يعني كم سنة، لم يكمل 20 بعد، يذهب إلى هذا المقاتل الشرس الذي يقال أنه بارز عنترة وتغلب عليه في الجاهلية، عمرو بن ود. هذا يعني سبحان الله كان تخاف منه الجيوش والصناديد. لا أريد أن ألوث يدي بدمك. قال علي ولكن والله أحب أن ألوث يدي بدمك. قال يا ابن أخي
قال لست بابن اخيك. المهم التقيا ف يعني سبحان الله انتصر عليه وقطع او انهى مشكلة عمرو بن ود هذا وخلصه من غروره بتخليصه من رأسه. المهم فسبحان الله يعني يحدث هذا المنظر تقريبا في بدر، واوقع يعني عمير واخوه سبحان الله قام بقتل ابي جهل، وكان واحد عنده 13 عاما والاخر 14 عاما، وجاء ابن مسعود فرحا فلما راى يعني راس الكفر عمرو بن هشام ابو جهل مجندلا على الارض. وكان عبد الله بن مسعود رجلا قصيرا يعني كان ثلث ذراع، يعني بلهجه العصر الحديث قزم من الاقزام اذا كان في الحجم يعني، لكنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من دقه ساق ابن مسعود، والله ان قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. صعد ابن مسعود على صدر ابي جهل. ابو جهل في لحظات النزع الاخير لا يفارقه كبره، لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم؟ لمن النصر اليوم يا رويعي؟ ابو جهل هذا المدنية الحديثة هي عبارة عن ابو جهل تنظر الينا هذه النظرة، هذه النظرة لما ادين رئيس الوزراء البريطاني في موافقته على حرب العراق وتدمير العراق اعتذر للشعب البريطاني، لكن هل اعتذر للشعب العربي والشعب المسلم والشعب العراقي؟ هو ينظر الينا نظرة ابي جهل لابن مسعود رويعي الغنم تماما تماما. يعني الذين يعبدون المال اليوم كلما اراهم امامي وهم من المسلمين وبعضهم يصلي معنا لكنهم يعبدون المال، لا افرق بينهم وبين اتباع السامري الذين عبدوا العيد، ما الفرق بين عبادة العيد وعبادة المال؟ لا فرق، لا فرق، هذا الهكم واله موسى فنسى، وهذا بنككم ومصرفكم نفس القضية، القبلة تتوجه نفس، اتواصوا به. المهم يعني سبحان الله، فصعد ابن مسعود على صدر ابي جهل قال لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. انت يا سبحان الله يا فشل يا صغير، هو يراها كذا، هو يراها كذا سبحان الله. خذ سيفي وجز رقبتي او رأسي فان مثلي لا يحتمل ان يرى مثلك على صدره، يعني زي ما يقولوا في المثل العامي يعني يعني رخيص والطلب رخيص، مش غالي والطلب رخيص سبحان الله. جز رأسه. المهم يعني فلما عبر الصحابي في الخندق من بدر الى خندق، يعني انقلكم هكذا بدر الى الخندق، فلما عبرت قال يخص الصحابي الجليل، وكانت الليلة شديدة البرد وبدأ إثارة الفتنة بين أن هوازن سوف تخيس بعهدها وتترك سبحان الله القبيلة الأخرى هناك، وأن قريشا سوف تتخلى عن حلفائها من غطفان أو المهم. فلما نادى أبو سفيان قال ليسأل كل واحد منكم من الذي بجواره، خشي أبو سفيان أن يكون عبر إلى الجيش المشرك واحد جاسوس للرسول صلى الله عليه وسلم ينبئه بالامر، فيقول الصحابي فامسكت يدا من جواره، من اين الرجل؟ قال من كذا، خلاص كنت خلاص انتهى الموضوع. قال مر ابو شاهد في القصه كلها، مر ابو سفيان من امامي وكان بيني وبينه طعنه سيف، وتنتهي المشكله، يعني لو قتل ابو سفيان في هذه اللحظه انفضت المعركه كلها. زعيم قريش زعيم الشركة الكل يطيعه الكل يحترمه الكل يرهبه سبحان الله. لكني تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعبر إلى القوم ولا يحدث فيهم أمرا، يعني إذن هو ممتثل لكلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل القرآن في الفترة المكية كفوا أيديكم، كانت هذه مرحلة تأسيس الإنسان المسلم المتحضر الذي سوف تظل حضارته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أكثروا من الصلاة والسلام على صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا
وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره، اخرجنا من الدنيا مسلمين، اقبضنا اليك موحدين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اسقنا من يد رسولك الكريم شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني لست عالم نفس ولا متخصص ولا غيره، لكن ما شاء الله النصف الثاني من الخطبة وجدت الإنصات عجيب، لأن بدأنا نحكي في القصص فكله أنصت. أما القضايا الفكرية يعني تعمل الذهن شوية، لكن أنتم منصتين في كل حال، بارك الله فيكم. يعني إن شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاكم الله عني خيرا في حسن إنصاتكم وتفهمكم ومتابعتكم. العصر، عصر العصرين المكي والمدني، عصر توطدت فيه حضارة الإسلام عن طريق العقيدة على مدار 13 عام، 13 سنة أعد المسلمون إعدادا جيدا لتلقي أوامر الله عز وجل، فتعايشوا مع القرآن الكريم في العصر المدني معيشة حقيقية. يعني المسلمين الصحابة في العصر المكي جهزوا وأعدوا، حصلهم تمحيص، ابتلاء، اختبارات، اضطهاد، هجرة إلى الحبشة، هجرة إلى المدينة، مفارقة الأولاد. صهيب الله يرضى عنه جاء من الروم، وصهيب سابق الروم، وبعدين لما أراد أن يهاجر لحقه القوم صناديد قريش. إلى أين يا صهيب؟ يعني جيد أنت، يعني لست من أصل قريش، ولا أنت يعني كده وافد لا قيمة لك، اللي جابه عايز تهرب كمان وتلحق بمحمد؟ أقول هذا الكلام بالسهولة دي؟ فقالوا تعلمون أنني أجيد الرمي، عشان نجيب من الآخر، وأنت تعرف أننا إيه في الرمي، تمام، لن تقتلوني إلا أن أقتل منكم على الأقل واحدا أو اثنين، وأنتوا الواحد منكم بكثير. يعني أنا يعني عايز يقول لهم انا يعني من انا، لكن انتوا الواحد منكم يؤثر في قبيلته، يعني عدة القوم اللي ماشيين وراه. طب وايه المقابل؟ قال خدوا البيت اللي ايه اللي انا بتاعي اللي املكه، استولوا عليه. صاحب الدنيا تبهره الامل، اللي بنسميهم احنا اللي قلنا عليهم في على المنبر، يعني المال قبلته، لا فرق بينه وبين عابد العجل، نفس القضية. المال كل شيء في حياته، ما سمي المال مالا إلا لأنه مال بالناس عن الحق. ويقول علي فيما تحفظون: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. بالله عليك دي من أدمين؟ ها؟ لما يكون قيمة الإنسان فيما إيه؟ فيما يحويه من الناس، مش يحويه من عقل، من هداية، من سبحان الله. قالوا ليه الحسن البصري تبوأ هذه المكانة في العراق وده عبد أسود يعني وأمه جارية؟ قالوا لأن الناس احتاجوا الى ما عنده من العلم، وهو لم يحتج الى ما في ايديهم من المال. هو استغنى عن ايه؟ عن اللي في ايديهم. وبعدين ايه؟ سبحان الله، هم احتاجوا لايه؟ للعلم اللي عنده، لا اله الا الله.
فالإنسان عزيز بإيمانه، عزيز بيقينه، عزيز بصلته لله عز وجل. فصاحب المال أول ما يعني تبهر عينيه بالمال على طول يميل إليك، سبحان الله سبحان الله. فصهيب خذوا البيت، قال خلاص. خرج من مكة إلى المدينة 455 كيلو على أقدامه حتى تهرأ نعله، النعل اللي لابسه ايه انتهى. وصل الى المدينة جائعا، اربعة ايام خمسة ايام سفر متواصلا كان يجد عشب في الصحراء او غيره، ودخل الى المسجد النبوي فرأى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من الرطب، فسلم وبدأ يعيش السكريات يعوض الايه الطاقة الضائعة عنده، فيأخذ سبحان الله العظيم. والرسول يبتسم ويربت على كلمة يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. انت ايه بعت لهم الايه، تركت لهم الايه البيت، وخدت ايه الله ورسوله سبحان الله. ربح البيع أبا يحيى سبحان الله. على نفس الطريقة سبحان الله العظيم أم الدحداح، ناس تربت في دار الأرقم بهذا المنطق، يقول الولد الانصاري المسكين العذق بتاع الجار ينزل عنده، فمن باب الحرمة يقول لجاره ممكن يعني الجذع النخل عندك انت بس الرطب تقع ايه عندي انا، فايه رأيك ان انا اشتري منك النخلة دي، هي موجودة عنده لكن هي بتطرح عند مين؟ عندي انا. فمستحرم انه ايه لو واحد 2016 ميلادي يقول لك وما له بركه يا جامح، هو البارحه وانا قلت التمر عندي ده بيقع لوحده سبحان الله، انا مال انا في قوى صهيونيه ظالمه بتخلي التمر يقع في الجنين عندي في الحديقه، ما حصلش كده، انما هو حريص على المال الحلال. المهم الرسول يتفاوض مع الرجل ابدا مش راضي، قال له طيب اتبيعني اياه للرسول نفسه تبيعني وتأخذ بدلا منه عذقا في الجنة، ها شو المساومة، الرسول بيضمن بيقول له ها تديني الجذع النخلة دي ليا عشان نسيبها لليتيم الانصاري ده، وانت تاخد بيها نخلة في الجنة. يعني ايه يعني ايه نخلة في الجنة؟ هياخد نخلة لوحدها كده ولا هيدخل هو ها؟ يعني نخلة كده يمسك النخل زي الوسام بتاع كرتونة اللي بيدوها لك دي بعد ما 30 سنة شغل 40 سنة ونحيي الموظف المثالي. يا عم ادي له حاجة ادي له شيء يفرح عياله، هو يروح شفتوا الكرتونة الله نفطر الكرتونة ونتغدى كرتونة ونتعشى كرتونة، اروح اخر الدنيا وبعد ما نتعب وثلاث اربع خمس سنة. سبحان الله اعطاء الشيخ اكبر جائزة، يا سلام بارك الله والله سبحانه، درع المؤسسة، الله أكبر درع المؤسسة. أرجع للعيال بدرع لغاية ما الدروع مالت البيت، يا عم أم العيال بعدين نعمل إيه في الدروع دي؟ خزنوها لا إله إلا الله، بس درع، المهم الدرع، خلي بالك أنت الدرع الواقي خلاص، الدرع زجاج 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 لما الدرع الواقي. والمشكلة وأنت داخل في المطارات الدرع ده محطوط جوه إيه؟ علبة قطيفة تمام؟ في المطارات الحديثة يقول لك دي فيها إن ممكن يا شيخ بس تفتح الشنطة؟ يا عم ده درع والله خده، انا يعني امنحك الدرع. المهم يعني ما عليك. فالرسول يقول له لك عذق في الجنة، يقول لا يا خبر ابيض ابو الدحداح لاعت. يا رسول الله لي حائط بالمدينة، حائط يعني ايه بستان، بستان اعرض عليه ان يبيعني هذا الجذع من النخل ها بالبستان اللي عندي، يعني تقبل؟ صاحب المال يحب دايما الصفقات الناجحة، ها قبل قبل مع عصفور في اليد ها، بس الرسول مش بيديك عصفير، الرسول بيعطيك وعد صادق لا ينطق عن الهوى، ما تصلوا عليه، اوعى الحر يخليك ما تصليش عليه، صلي على رسول الله. المهم ابو الدحدح فورا
مش يعني يقول ده كلام قدام الرسول زي ما ايه وتبرع فلان الفلاني رجل الاحسان والبر مش عارف ايه وبعد يومين يروحوا له اللجنه. ها يا ريت ده كان في الاعلام. هذا اعلام؟ لو الكلام اللي وعدت به الناس يا راجل تصدق الكلام ده؟ لا اله الا الله. المهم ابو الدحداح تلميذ ابن دار الارقم قصه اخرى يروح على طول فورا على البستان، هو ما يملكش غيره، ينادي على زوجته يا ام الدحداح ولبيك ابا الدحداح. نادي انت على ام الدحداح لما تروح كده؟ مالك؟ ها في ايه؟ معلي صوتك ليه؟ سبحان الله، لان ما تربتش في دار الارقم، تربت في بيت عمك عبد الغني الله يرحمه. المهم ما علينا ما علينا، مين اللي قال لك روح انت؟ لو حد ضربك على ايدك. المهم يا ام الدحداح لبيك ابا الدحداح، اخرجي اطفالك وصغارك فقد اقرضناه لله. لا صرخت بالصوت ولا قالت الرجل اللي حصل له ده. قالت ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، وتنظر الى تمرات في افواه اطفالها فتخرجها وتقول لا حق لنا، لقد صار حقا للمساكين. خلاص ما ناخدش منه، مش الجمعية الخيرية تاخد نص اللي بتدفعه، ما ينفعش. انت بتطلع الف لله، هو ياخد نص يعمل بيها تكييفات وسيارة اخر موديل ويروح بيها السيد المدير والسيد رئيس القسم ورئيس المبيعات ورئيس الماركتنج. عم في ايه خير؟ انا بدي الالف لله، تاخد انت نصها تقول لي العاملين عليها؟ هو العاملين عليها لها النص؟ هو انت قرأت في المواريد ان العاملين عليها ياخدوا النص؟ المهم يعني بنهدي النفوس، بس المهم يعني بنهدي النفوس. فالمهم ام الدحداح تخرج فلما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته ام الدحداح قال كم من عزخ فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. يبقى ابو الدحداح واهله ربحوا ايه؟ ربحوا الاخره، ربحوا الاخره. وايه؟ والله الذي لا اله الا هو ما هربت انت من الدنيا واستخدمتها جسرا الا وجرت خلفك رغم انفها، وما تبعتها ذليلا وطأطأت راسك للصغير والكبير كي تاخذ ما لم يكتب لك لا تزيدك الا ذلا. اه والله، يعني سبحان الله هكذا هي. وشبهت لك القضية من قبل بس اذكرك، انت ماشي خارج المسجد ان شاء الله الى ان تذهب الى وسيلة المواصلة التي تخلك الى بيتك، لو انت مواجه لقرص الشمس الذي يمثل الحق لكان ظلك خلفك التي تمثل الدنيا، اذا اسرعت اسرع ظلك، اذا ابطأت ها الظل يعمل ايه؟ يقول لك لا مع السلامة، هيتبعك برضو سبحان الله. اما اذا ادرت ظهرك للحق، يا عم ماليش دعوه بالشيخ عمر ولا بالكلام اللي يقوله ولا الدين ولا سبحان الله، واعطيت سبحان الله العظيم ظهرك للشمس التي تمثل الحق، كان ظلك في اي مكان؟ امامك، تمثل الدنيا، تجري خلفه، هل تلحق به؟ هكذا هي الدنيا. ترجمها، ترجمها، انما الذي يمسك في الدنيا ويخاف من الموت كالثعلب الارض لها عنده دين. قصة رمزية يعني، الثعلب الارض مدين الايه؟ يعني الارض هنا عاملة ايه؟ المصرف، والثعلب ده مين؟ المسكين الموظف. خلاص سبحان الله. فكلما يعني جرى الثعلب منها تقول له يا ثعلب ديني، فين الدين؟ يجري منها يهرب يدخل في الجحر، جحر الثعلب فين؟ في الارض. تقول له ايه؟ يا ثعلب ديني فين؟ فهتروح فين؟ هتروح فين؟ فسبحان الله، فلا تجعل الدنيا تأسرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر معجزاته من ومعجزاته عظيمة من أكبر أن ربى هذا الجيل في دار الأرقم. خلاص رباه على إيه؟ على العقيدة. كان الفرض الأول قبل فرض التوحيد، والركن الأول قبل ركن التوحيد ركن اقرأ، ركن لا يذكره كثير من العلماء. يعني هل قال الله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين في أول آية؟ لا. قل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل هذه أول آية؟ لا. سبحان الله، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذه أول آية؟ ما أول آية؟ ها اقرأ. فالفريضة الأولى كانت إيه؟ هل اقرأ يعني فك الخط؟ لا يا أخوانا والله، فك الخط دي لا، مش فك الخط،
اقرأ، أي كن سطرا في صفحة الكون، لا تدندن خارج السرب، ولا تعزف نغمة النشاز خارج سرب التوحيد الذي يوحد الله. كل السرب ده يوحد الله عز وجل. أتينا طائعين، قالت أتينا طائعين، ذاك أهل العلم الكبار علمونا ونحن صغار، والله ما زلنا صغارا في العلم، أنا عن نفسي ما زلت صغيرا أحبو على مدارج العلماء وتعلم. قالوا لنا إيه؟ كأن على أبواب السماء ملائكة، هي مش كأن، هي في ملائكة، لكن هم بيوضحوا لنا القضية. يصعد عمل المصلي أو المزكي أو الصائم، يصل إلى باب السماء الأولى، في ملك على باب السماء الأولى، ده مختص بالغيبة، يقول لا يمر عمل أو لا تمر صلاة من عندي وصاحبها مغتاب. ما ينفعش يروح ينظف لسانه الأول، ما ينفعش. الثاني النميمة، الثالث السعاية، في فرق بين الغيبة والنميمة والسعاية. صل على رسول الله. لما تحب انتهي من الدرس قول خلاص. موافقون؟ طيب قاعدين ان شاء الله. طيب. الغيبة ذكرك اخاك بشيء يكرهه، مثلا زوجتك تكره ان تعيرها بزيادة وزنها، مثلا اضرب لك مثال واضح جدا، اظن يعني انت ايه تتراقص امام عينيك اشياء على الشاشة لا ترى الشاشة ولا اللي فيها، سبحان الله، تحجب الرؤية. المهم يعني كل ما تمر من قدامك سبحانك يا رب العباد لا اله الا الله تلمسها بكلمة، هي انت من باب الايه انك عامل ان دمك خفيف، والله لو سألتها انت اثقل دم على قلبها، مش انت يعني، يعني المصلين في الجامع الثاني، خلي بالك انت دولة كده في بعد كوالالمبور ب200 كيلو، سبحان الله. فهي نفسها ما بتحبش السخرية بتاعتك المغلفة بغلاف الايه المزح، دمه الثقيل. خلي بالك انت شفت امكم الدبدوبة راحت، الدبدوبة جت، الدبدوبة ما يا عم الدبدوبة دي ام عيالك، وانت واخدها بالكيلو من ابوها، يعني انت لما 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 كتبت العقد اشترطت في الشروط، مش المأذون يقول لك هل لك شروط، ها في مأذين كده ما شاء الله محترمين وكلهم محترمين الحمد لله، فقول هل لك من شروط، هل اشترطت انها لا تزيد عن مش عارف كم جرام؟ لا ما اشترطتش، خلاص يعني تسمن ترفع، انت واخد قيمة ولا واخد كم؟ كم ولا كيف؟ ها؟ طبعا بعد الصلاة يقول معلش يا سيدنا الشيخ برضو يعني لا مؤاخذة، المهم انا بقول لك القضية. فهي تكره هذه الكلمة، هل هذه تسجل لك غيبة؟ تسجل لك غيبة. ذكرك اخاك، النصوصين يقول لك ايه؟ لا يا سيدنا الشيخ انا ذكرك اخاك من ذكرك زوجتك، يا عم اخاك يعني اي واحد تاني، ذكرك اخاك بما يكره، هو يكره يا اخي ان يكون هكذا، يكره ان يسمع هذا الكلام. ليه؟ ان احنا لما الروح بتاعتنا تطلع ان شاء الله رب العالمين وينادى باحب اسمائه في الدنيا، يعني لو في لقب في الدنيا واحد يكرهه لا ينادى به عندما يموت اذا كان صالحا، اللهم اجعل ختامنا ختام الصالحين يا رب، سبحان الله. فالغيبة ذكرك اخاك بما يكره، خلاص ذكرك اخاك بما يكره. قال يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول، هو سمين فعلا، يعني هي سمينة، هي طويلة هي قصيرة، اذا قال ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته، فقد اغتبته، ها، وان لم يكن فيه فقد بهته، واهل البهتان ان لم يجلد في الدنيا يجلد في القبر. خلي بالك من لسان الله يا معاذ، ثكلتك امك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصادوا السنتهم؟ ادي الغيبه. النميمه ان يعني تنقل كلام الغير بطريقه معينه، جلست مجلس وذكروا فيها فلان، وبعدين رحت المكتب الصبح لقيت زميلك يقول والله يا اخي فلان ده ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله، ولي يا عم انت ماله بتشكر فيه، ده بالامس كان قاعد يعني يقول عليك كلام ما قاله مالك في الخمر،
ايه ده معقوله؟ هو التاني مريض اصلا يعني؟ ما هو مرضى مع مرضى، ما احنا عايشين في مستشفى سبحان الله، واخد بالك انت؟ معقول؟ قال ايه بالظبط؟ خلاص يا عم ربنا ستار، ربنا ستير يعني وبتاع. الله لا لا لازم اعرف بقى، ما دام انت فتحت الموضوع لازم. هذه نميمه بالله عليك، هيطلع الموظف ده ياخد المدير بالحضن؟ لا. طيب امال السعايه؟ ان تتعمد، هنا بقى دي المصيبه بقى، ها ان تتعمد نقل كلام الغير للاضرار بالاخرين واثاره الايه الاحقاد بين الناس. ودي ما شاء الله عليها الاعلام بيقوم بها باكمل وجه. سبحان الله، تفتح القناه ده يشتم المذهب الفلاني والجماعه والدوله الفلانيه. يا عم عيب يعني، يا عم قرب الناس من بعضها. سبحان الله العظيم، ده سيدنا علي قال عن الخوارج الذين خرجوا عليه، قال اخواننا بغوا علينا، اخواننا بغوا علينا. سبحان الله. يا حسن، قالوا نعم. قالوا اغضبت الحسين؟ قال مش راضي بالسلام. شو اتنين من بطن واحده، ام واحد واب واحد، فاطمه وعلي، انجبوا الحسن والحسين. الحسن اكبر بسنه وشهرين، الحسين بعديه. الحسن مسالم، الحسين ثائر. فلما جه في الصلح الحسين اعترض على اخوه، ولانه اكبر سنا حبس الحسن والحسين في الغرفه، قالوا انا همضي الصلح، انا نحقن الدماء خلاص. وبعدين اهل الخير، في كل مجتمع في اهل الخير، دول تابعين ما شاء الله، فصحابه هم صحابه سبحان الله. فدخلوا على الحسين، قال يا حسين يعني انت اصغر من اخيك، صحيح هو منع رايك وخد برايه، و ادخل فاعتذر اليه. خلاص خلص الموضوع، السلام وتم، واخوك اعطى شروط وانتهت الموضوع على كده، والمؤمنون عند شروطه. قال سمعت عن جدي صلى الله عليه وسلم قال الاخوان المتخاصمان اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنه، وانا اتباطأ حتى يسرع الحسن حتى يدخل قبلي الجنه. شوف الناس دي متربيه فين بقى؟ في مدرسه اللغات بتاع ابنك؟ ها؟ الولاد يرجع يقول لك بابا وانا مسلم ولا يا خبر ابيض، هي وصلت لكده؟ سبحان الله. كلمه بابا دي لغه عربيه، خلي بالك، يقول لك الشيخ بيقول بابا. كانت العرب تقول بأبأ الغلام ومأمأ، يعني قال بابا وماما، خلاص ارتحتوا؟ يعني اللي يقول بابا وماما ينفع، ابويا وامي، ابا اما، اي يوم المهم اعرف ان ده ابوك وده امك، خلاص استرحنا. يعني ممكن تكون يعني دي وارده في اللغه العربيه، هذه في لغه العرب سبحان الله. المهم سبحان الله العظيم، ال 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 الدار الارقم اخرجت هذا النتاج العجيب من النفوس الذكيه بقضيه التوحيد. اقرا والتوحيد، اقرا يعني ايه؟ يعني كن مع هذا الكون، وبعدين قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بس فقط. ما امرهم الا بهذا صلى الله عليه وسلم، لم يامرهم الا بهذا. وكان يعرض نفسه على القبائل ويخرج معه ابو بكر، وبعدين قوم يكرهونه ويريدون التخلص منه، فلما واجههم خارج مكة قال القوم، يعرفون ابا بكر، من اين القوم؟ يقول الرسول من ناء. فالسائلين يقولوا ايه؟ ان قبائل العرب لكثيرة، والله سبحانه في قبيلة اسمها ماء واحنا ما نعرفها، لكن وجعلنا من الماء ايه؟ بس ايه الحي سبحان الله. وبعدين المرة اخرى يخرجوا يقول ابو بكر يعرفون ولا يعرفون الرسول وهم يكرهونه، من هذا يا ابا بكر؟ مين اللي معك ده؟ قال رجل يهديني الطريق. ابو بكر كثير الايه؟ كثير السفر، ولما الكلام في تورية، الكلام في ايه؟ تورية، يعني ايه؟ رجل يهديني الطريق، ده احلى طريق، ما تصلي على صاحب الطريق، اما هو ده احلى، هو رجل يهديني الطريق. هل كذب ابو بكر؟ ابدا سبحان الله. ام جميل قالت بعدين احنا انا اخلصكم من 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 من, من محمد هذا، جايب حجر وجاي جري، هو قاعد في ظل الحجر الاسود. قال ابو بكر ام جميل يا رسول الله، الشرر في عينيها يبدو السحر. قال لا ترع، ما تخافش. فلما وصلت اليهما على بعد متر او مترين تقول يا ابا بكر اين صاحبك؟
هو صاحبك فين؟ سيدنا ابو بكر يبص الرسول قاعد جنبه، الله الحرمة دي جالها عمى مؤقت ولا سبحان الله. يا اخي الاقدار بيد الله، انت ليه العقيدة بتاعتك تهتز؟ ليه العقيدة؟ هو يعني الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الغار او في غير الغار سبحان الله. فوضعت الحجر، قال لن يفلت مني محمد، ومشيت. فابو بكر ما فهمش، عايز يترجم، لسه كانت الايه الاحداث في بداياتها. يقول له يا رسول الله ما الذي حدث؟ يقول يا ابا بكر اما قرات قول الله عز وجل وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون؟ هو سبحان الله. ذلك ابو يزيد البسطامي قاعد مع المريدين كده زي حضراتكم فضلاء، فقال قول عجيبه، قال من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعذب بالنار. فواحد مريد كده ناصح زي حضرتك كده قال عجبا يا امام، لقد راه ابو لهب وراه ابو جهل وهم من اهل النار. قال راياه على انه يتيم ابي طالب لا محمدا رسول الله. يعني بصر له على انه ايه؟ يقول لك اه مش الشيخ عمر؟ لا الشيوخ ده هيودوا الناس في ده. يقول الشيوخ ده هيودوا الناس في ده، امال مين اللي هيودي الناس في سكه السلامه؟ المهم ناس ثانيه مش احنا. فهكذا ينظرون. فهو سبحان الله العظيم في هذه البقعه العجيبه في دار الارقم. تعرف الارقم ابن ابي الارقم ده صاحب الدار كان عنده كم سنه؟ يعني كل الهلوم اللي انت تسمعها الارقم دار الارقم، وراحوا دار الارقم، وعمر قال فين محمد؟ قالوا دار الارقم، وراحوا ومختبئين في دار الارقم. ارقم ده عنده 17 سنه، 17 سنه. انت عندك عيل عنده 17 سنه مجننك انت وامه واهلك واللي خلفوك واللي تشددوا لك وربنا يهديه، قول امين. قال يعني عامل ان ابنه مش من يعني سبحان 17 عاما هذا ارقم من الارقم الله يرضى عليه. بيته عامله ايه؟ يعني مضحي في سبيل ان ياتي بصاحب الدعوه. لدرجة ان عمر لما خرج ومغضب وسيفه مشهر قال انا اريد ان اخلصكم من محمد هذا الذي فرق بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. فواحدة حرمة كده ما شاء الله عليها، النساء لما تصدق العاطفة معها، قال يا ابن الخطاب قبل ان تقتل محمدا انظر الى اختك وختنك، يعني اختك وزوجها يعني صهرك يعني، بس كانت تتكلم لغة عربية مش ما دخلتش مدرسة لغات، خلي بالك. فاكرين انتوا القصة بتاعت هشام بن عبد المنعم؟ المهم علينا. فانظر اصابوا يعني اصابوا خرجوا من الدين، لا اروح لهم الاول. فلما اقترب من البيت سمع هينمة، يعني صوت تراتيل كده غريبة في مكة ما لا تسمع. طرق الباب، الله يرضى عن سيدنا خباب، اول ما سمع صوت عمر اختبأ تحت ايه؟ تحت بتاع كنبة كده، ولا يعني استخبى وخلاص، يعني اختبأ. انا عم انا الرجل اخته وزوج اخته، انا معلم يعني سبحان الله. قال ما هذه الهينمة التي اسمع؟ فاخته فاطمة ما شاء الله، قال الخطاب حتى النساء ما شاء الله، ما انت في عائلات لا قوة الا بالله. انا مش عارف طبيعة العائلة اللي انت مناسبها، انت مش دعوة، فانا متكلم عن فاطمة رضي الله عنها. فاطمة في قوة، فيها قوة. قالت نعم لقد هدانا الله الى الاسلام. يلا مرة واحدة يلا خلاص، يعني سبحان الله القوة الايمان لما تخالط بشاشة القلوب ما فيش ضوء احمر، كل الضوء ايه؟ اخضر، الاشارة خضراء سبحان الله. لما خرطت بشاشة الايمان قلوب السحرة، اول ما فرعون بدأ يهدد انا اصلبنكم واقطعن ايديكم خلاف واصلبنكم في جذوع النخل، قالوا اقض ما انت قاض. يا عم ربنا سيبك من بتاع الجعجعة الفضائية اللي انت فيها دي، اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عمل إيه؟ صلبهم وقطع رؤوسهم، بعد ما سجدوا لله سجدة أخذوا بها جنة الخلد إلى أن يرث الله الأرض سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، بشاشة القلوب. ففاطمة بنت الخطاب نعم لقد من الله علينا وهدانا إلى الإسلام. لم يحتمل عمر لطم اخته لطمه،
زوجها سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنه قال الله يضرب ده كلام مش شهامه هذه تضرب اختي زوجتي المهم قام يدفعه فعمر قوي راح دفعه سبحان الله وبارك عليه. ف سيدنا سعيد بهدوء اشار الى خباب، خباب خرج عايزين بقى يكلموا بالهدوء بقى العنف بقى ايه ما يجيبش نتيجه خلاص حرب العصابات ما خلينا نبتدي ايه في اسلوب اخر. خد يا عمر اقرا ماذا تقرا؟ قلت لا استنى شوف القوه بتاع الايمان. هذه صحيفه من كتاب الله، ما كانش في مصحف لسه، موجود فيها صفحه موجود فيها طه، وكان اسره الخطاب كلها اسره قارئه، اللي كان فيه 17 اسره في مكه تجيد القراءه والكتابه فقط. والله الرسول ده عمل معجزه عليه خبر ابيض. تخيل ده في الدعاء بيقعد 50 سنة عشان بس يلين مخ واحد عنده او يخليه يبتسم حتى. يعني احيانا في ناس يعني يبتسم بس في محاضرة بس، يعني له ناب ولا ملوش ناب؟ له ناب ازرق لكن ما فيها سبحان لا اله الا الله. المهم فانت نجس وهذه صحيفة طاهرة، طبعا بدي يعني ادخل اغتسل. دخل اغتسل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 7-8 آيات الدلوني على محمد أين هو. بدأت الإتون إيه؟ ما هو خلاص المفتاح، لما تلاقي من ابنك مفتاح أدخل، ما تلاقيش مفتاح الله يرضى عليك عشان خاطر أنا توقف أخرج. لانك احيانا تنصح في وقت لا يجوز فيه النصيحة. زوجتك نفس الحكاية، لما تلاقيها كل يوم عايز ازور اهلي عايز ازور اهلي عايز ازور اهلي، وما معناش تذاكر ما معناش فلوس ما معناش فلوس عايز ازور اهلي، هي مش هتيأس، انت اللي هتيأس. فبدل ما تيأس بدري حقق المراد، الله يرضى عليك خليك حنين يعني. المهم تعال لدار الارخم احسن، المهم نرتفع. عمر راح طرق الباب، انظر من واحد نظر من الصحابة قال انه عمر، لا يأتي بخير، لان اليوم اللي قبله ها الرجل ام عبد الله وزوجها لما استبشرت باسلام عمر قال لها والله لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. يا شيخ اسكت انت عندي انت حرمة عاطفتي القوية، عمر يسلم ده الحمار بتاع الخطاب لما يخش في الاسلام يبقى عمر يدخل. فكيف يعني انه عمر؟ من ضمن الطرائف التي قصصتها عليكم من قبل، مرة رجل يصلي عندي قال لي انا العميد فلان مأمور سجن كذا، قلت اهلا وسهلا، قال ممكن تدينا محاضرة في السجن؟ قلت محاضرة بس يعني الشرطة عند شروطها خلي بالك محاضرة فقط، قال لي ده شرف لنا كبيرة تسمع الناس المسجدين اصلا كلهم جنايات واللي مخدرات واللي قتل وسرقة وحاجات وحشة خلاص توكلنا على الله. فالراجل المأمور قاعد من هنا وكبير المساعد تعال طبيب السجن قاعد من هنا والإخوة الفضلاء قاعدين سبحان الله كلهم. فأقول أحكي لهم إيه؟ أقص لهم إيه؟ قلت لهم إيه؟ هم يحبوا الأفلام الأكشن صح ولا لا؟ قلت لهم أقول لهم على قضية إسلام عمر، يعني هم يحبوا الشغل. أصل قلت لهم حياء عثمان، حياء مين يا رب؟ سبحان الله حياء مين ولا؟ ما هو قتل القتيل وتاجر في المخدرات من باب الحياء، حياء إيه اللي يعرف؟ هو كلمه بلغة يفهمها صح ولا لا؟ كلمته عن قوة عمر وأنه كان شجاع وأنه سبحان الله. فالمهم جيت عند الشاهد في القضية، عند طرق عمر اللي على دار الأرقم، فواحد قاعد فوق الصف. في أعزكم الله في لغة بارك الله فيكم يعني سامحوني في بتاع في تجار المخدرات يبعثوا واحد زي كانوا يقولوا في بتاع العسس اللي هو الايه النضرجي المؤذن يعرفها ما شاء الله عليه. نضرجي يعني ايه؟ يعني ينظر ان فيه حد من الداخليه والشرطه جايه تقبض ايه تعمل لهم كمين، فيبعثوا ولدي ايه يقف على الايه المداخل اسمه نضرجي. فده اللي قاعد في اول صف، انا كنت اول مره اسمع ايه التعبير الاصطلاحي الغير شرعي ده، ما يعني جاهل الشرك بتاعكم جاهل بهذه الايه المصطلحات.
فقال ايوه يا شيخ انت قصدك نضرجي؟ ف استغثت بمين؟ بمبور السجن. قلت هو ده اللي ترجم. قلت يعني ده. قال يعني ده بيبعتوها فهمني عن القضيه. قلت له هو. قال لي ايوه ايوه يعني سبحان الله. اما مدرسه اللغات اللي رحتها مره في السبعينات الله سبحان الله بحكي لهم عن سيدنا عمر العربي ده ما كانش ماده مقرره ولا غيره. سيدنا عمر كان اولاد اذا سار في الطريق على قدميه كان راكب الفرس راسه يستوي مع راس عمر. شوفوا الحصان قد ايه، انتوا في حصه الفروسيه بتاخدوها وواحد فوق الحصان وراس عمر اللي في الارض قد سبحان الله. دلوقتي في الصف الرابع وليه الله ده كان ينفع لاعب باسكت بول والله. هو العلم بتاعه وصلت كده يعني هو علمه انه بيلعب الكرة السلة فكان ينفع كرة السلة. هو ترجمته كده انه عمر. قال من يفتح له؟ قال الحمزة انا يا رسول الله. اول ما فتح شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كل واحد بالمفتاح الذي يناسبه. عمر الى هذا الوقت معتز بايه؟ بقوته. جذبه الرسول من ردائه جذبة فوقع عمر على ركبتيه قال اما ان لك ابن الخطاب ان تسلم والا ان ينزل الله بك من النكال ما انزل بالوليد بن المغيرة. يا خبر الوليد بن المغيرة شهر في القرآن على مر التاريخ. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إن آخر الآيات سبحان الله. كان عنده 11 ولدا من طراز خالد بن الوليد. فلما كان يمشي في قريش يخلي 11 عيل أولاده يعني يمشوا وراء بالسلاح يعني مش من أجر حراسة لا ده أولاده هم كلهم فرسان من إيه من عينة خالد. وكان من غناه وثرائه كان قريش تكسو الكعبة سنة وهو يكسوها سنة. وكان لما تطلع قريش الى لما رحله الى الشام او رحله الى اليمن اسمه زاد الركب يقول لهم ما حد يجيب حاجه معاه الدابه الاكل الشراب الخيام المبيت الاموال سبحانه كله من جيب الوليد. ذرني ومن خلق كان يسمى بالوحيد او العدل ورغم ذلك لم يؤمن الا ان ينزل الله. قال قد انا يا رسول الله خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لحظات شوف شوف فرق. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ شوف المفتاح فتح بقى البوابة ايه الحديقة خلاص فتحت. ألسنا على الحق؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال لما نرضى الدنية في ديننا؟ طب انت عايز ايه الى هذا اليوم؟ الدعوة ايه سرية سبحان الله. لنخرج في صفين انا في صف والحمزة في صف وانت بيننا وتسمع مكة كلها تهليل لا إله إلا الله. فأطلق عليه لقب الفاروق خلاص. فهذه التركيبة التي تمت في دار الأرقم من أعظم معجزات رسول الله تحت عنوان كفوا أيديكم. كفوا أيديكم لأن ليس هناك حق يقاتل حقا. ليس هناك حق يقاتل حق. حق إما يقاتل باطل أو ليس هناك حقان يتصارعان. إنما لما يكون حق وحق ساعتها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لعدل وقصد إن الله يحب المصلحين فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا 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 نظام الكون المسطور في كتاب الله والكون المنثور. فأريد أن أقول في نهاية الأمر أمتنا وحضارتنا شروق لا غروب والحضارات الأخرى أو المدنيات الأخرى غاربة سوف تغرب لأنها لم تقم لقيم السماء شيئا. نسأل الله أن يقوي يقيننا ولا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.